ازيكم يا مواليد برج الجوزاء، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الجوزاء اليوم السبت 25 يونيو حزيران 2022. توقعات العشر الاولى مواليد 21 مايو ل 31 مايو. النهارده ممكن تحفز كل الاشخاص اللي حواليك، لكن بنصحك انك ما تهملش احتياجاتك الخاصه، لان اهدافك في الفتره دي هتبقى اصبحت اوضح عن قبل كده. اسلوبك نشط جدا، معدي جدا لكل الاشخاص اللي حواليك، بيلاحظوا حتى كل الاشخاص اللي بيكونوا معاك في الفتره دي. اسلوبك النهارده ما فيهوش سبب بيمنعك من انك تحتفل بافكارك وتستمتع بوقتك. ما تخليش الموضوع ده يتحول لوضع طبيعي. انت بتشعر النهاردة بصحة كبيرة، خاصة في الوقت اللي انت بتكون فيه. في كتير من الحياة الرغدة ممكن تبقى بتأذي صحتك. توقعات العشر التانية مواليد 1 يونيو ل 11 يونيو. النهاردة انت هتبقى متفق اخيرا مع نفسك، ده بيتضح لكل الاشخاص اللي حواليك، خاصة من خلال سلوكك في الشغل. بيطلب منك زملائك النصيحة، وحتى في حياتك الخاصة النهاردة هتتأكد من انك بتحتفظ بيه توازنك بين انك تاخد وتدي. علشان تتمكن من انك تستفاد من الصداقات الكبيرة، لازم تبقى مهتم اكتر بنفسك. في كتير من الحاجات اللي بتبقى محتاج انك تحافظ فيها على التوازن. هيكون التأمل ده مدخلك الصحيح لليوم ده. توقعات العشرية التالتة مواليد 12 يونيو ل 20 يونيو. صحتك الجسدية والعقلية هتبقى في احسن احوالها. ما تخليش اللحظة دي تمر من غير ما انك تبقى بتشعر دايما بافكارك وبتسعى لخلالها. هتكسب مؤيدين كتير بيبقوا بيشاركوك في اهدافك اليوم ده. ممكن تتقدم معاهم اكتر كفريق، حتى تعرف تشتغل في اليوم ده بطريقة كويسة، تتقدم بشكل كبير علشان توصل للنهاية لأهدافك.